ولاية بومرداس يعني 20 سنة في بعد الزلزال تغيرت كلية. طبعا آثار الزلزال يمكن أن نعتبرها قد زالت ما عدا بعض المواقع القليلة التي بقيت، وبرامجها التعويضية هي قيد الإنجاز، وسيتم الانتهاء منها بحول الله في معظمها قبل نهاية السنة. وبالتالي فالآن التوجه في ولاية بومرداس هو نحو أفق جديدة. طبعا هذا الأفق هذا سوف نبنيه بحول الله طبعا على أسس أفضل من الأسس التي كانت موجودة في السابق، خاصة وأن هناك يعني مراجعة للمقاربة فيما يتعلق بالعمران والمدينة والبناء بصفة عامة.